كيفية مشاهدات زينوس بكثير، فلاحظ عدم تطابق حالات عينها في مشفى غربال مع تطور زينوس، كما تجنب تأسيس علاج عام على حالات خاصة وأمسك عن الإنذار بما وكان فيما سيكون في التنفس. وهذا أيضا من المهم القول أن الرازي يمعن ويبين المعنى الكلينيكي للفعل العلاجي، فيمنح المستشفى فرصة التحليل المنهجي لحالات عامة لا حالات خاصة فردية. فالحالات الخاصة الفردية معزولة دائما، لأن في المستشفى تظهر مقارنة واستفهام حالات مقاربة أو مقاربة استفهام حالات مرضية لتلافي الخطأ والبحث عن معنى الأمر. في الأخير يعيب على جالينوس قوله في انتهاء اللغات، فتمنى الرازي لو أن جالينوس قاله لفرق سذاجته. فلا أحاول أن أعرج الآن لنص جالينوس في اللغة ونص الرازي في نقله لنص جالينوس في اللغة أيضا لنصل إلى حصاد النظر. فأن الرازي يقول في الأخير مثل اتجاها معرفيا محمودا في محاولة تشكيل ملامح شخصية علمية أصيلة متخلصا من رفقة المرجعية الإغريقية وسلطة فلسفة الأوائل بالتجرؤ على نقد تراثه الفكري، كما أثبت الرازي بمجازفته النقدية لجالينوس إمكانية النظر في نتاج الأقدمين بعد أن كان يبدو ناجزا منتهيا متأبيا حتى على النفس. يرى الرازي في عدم الاختصاص بالنظر تسرب حياة المعرفة وشق تقدمها. فالرازي يعبر عن موقف الفلسفي المفتوح يرفض من خلاله ولو على شخصه الانتقاء والتخصيص والاستقطاب، ويعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة الإنسان في اكتساب المعرفة شريطة ألا يضرب عن التساؤل صفحا. فالناس متساوون في نيل أقساطهم من العقل إن اجتهدوا، فداء التقليد وإلا أصيب بداء التقليد، فداء التقليد لا يحسن علاجه جالينوس ولا غيره من الأطباء كما يقول ذلك الجاحظ. أشكركم على حسن انتباهكم. شكراً جزيلاً لهذه المداخلة القيمة للدكتور محمد الحلوي التي أراد من خلالها أن يذكرنا بأحد لحظات الأصالة والإبداع لدى أسلافنا القزامى، ومتخذاً من ذلك كنموذج أديب الرازي. هذا يعني استمتعنا به كثير مع الدكتور، فنشكره جزيل الشكر. ننتقل مباشره الى الدكتور خليفي بشير، وان شاء الله يسمح لنا الدكتور في الوقت لانه كرم ضيافه وعلماء، اضطر ذلك ان نعطي له اكثر من وقته، فلديك ربع ساعه. تفضل. عنوان المداخله هي التأصيل المعرفي لفلسفة الأدب في التراث العربي الإسلامي. تفضل الدكتور المصري. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجلسة، إخواني الأساتذة والطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بودي بداية أن أشكر إدارة الجامعة والكلية، وأن أشكر اللجنة العلمية والمنظمة التي سهرت على إعداد هذا الملتقى. هذا الملتقى الذي أتمنى أن يحقق نتائجه المعرفية من خلال العنوان المتفرد. موضوع مداخلتي مرتبطة بتوجه جديد في المعرفة الفلسفية لا زال في إطار التكوين، والواقع أن الفلسفة من خلال تنظراتها وتنوعاتها وصلت إلى مسد مفاده أن الطرح النسقي الذي كان يعتقد بأن الأشياء إما أن تكون وفق هذه الشاكلة أو أن لا تكون وفق نموذج إرشادي واحد،
تبين في نهاية المطاف نسبيته، لأنه سيؤدي إلى ما يسمى بالطرح القياني للفلسفة. والطرح القياني هنا يحيل إلى معنيين اثنين، فالقياني من القيامة كشهاد لبعض المفكرين العرب، من القيامة التي تحيل إلى النهاية، في نشأة جديدة للفلسفة من خلال تنويعاتها، بمعنى أن الفلسفة حاولت أن تتبنى نماذج إرشادية متعددة وفق خطابات تأويلية من أجل أن تبحث عن مسارب وأنماط تعبيرية جديدة حتى تبتعد عن خطاب الأفول والنهايات. لذلك تزيت الفلسفة بلبوسات جديدة، من بين ذلك فلسفة الأدب. والواقع أن مصطلح فلسفة الأدب في الفكر الغربي هو في إطار التقسيم، بمعنى أننا لا نجد لهذا المصطلح حضوراً إلا من خلال بعض الاجتهادات التي يمكن أن نعتبرها ضئيلة، ولعل أبرزها اجتهاد كريستوفر ناي في كتابه The Philosophy of Literature، وكتاب آخر يمكن أن لكتاب ديمولي مولا أحد الفرنسيين الذي حاول أن يقدم فيه تعريفا لفلسفة الأدب، بيد أننا نجد في مؤلفات أخرى من بينها القواميس الفلسفية المعاصرة إشارة إلى الفلسفة والأدب. هنا نطرح التساؤل التالي: هل يمكن الحديث عن فلسفة للأدب؟ وثانيا، إذا كانت الإمكانية واردة فما هي تمظهراتها؟ بالنسبة للعالم الغربي ارتبطت الفلسفة بالأدب في مواطن عديدة، ولعل أبرز ذلك مثلا في الفلسفات القديمة، حينما عمد هيراقليطس وبرمانيدس وأنبادوكليس وأفلاطون للتعبير عن فلسفاتهم من خلال طروحات أدبية، بمعنى أنهم توجهوا نحو الاهتمام بالبلاغ عن طريق محاولة الاشتغال اللغوي في النصوص الفلسفية. نجد كذلك عودة لهذا الاهتمام، وأحاول أن أختصر هنا، في العصر المعاصر مع مدارس فلسفية، بداية من الوجودية مع جان بول سارتر مثلا وألبير كاميو وكيركيغارد وغيرهم، ثم تمظهر هذا الاهتمام أيضا مع البراغماتية الجديدة، إسهامات ريتشارد رورتي ونيلسون غودمان وميكايل تارنس وهيلاري كيتنان بشكل أقل، ومع الفلسفة التفكيكية مع جاك ديريدا وغيره. لكن الاهتمامات هنا تختلف، فإذا كان جاك ديريدا يعطي الأهمية البالغة للنقد الأدبي بوصفه رؤية جديدة تحاول أن تجد موائمة بين الفلسفة والأدب، نجد مثلا ريتشارد دورتي على سبيل المثال يحاول أن يمد الأدب بقصب السبق، أي أن الفلسفة في نظره ستضمحل إن هي بدت مرآوية تحاول أن تنظر إلى نفسها من خلال مرآة مجلوة. فظهر هذا الخطاب السليك الذي عبر عنه باللغة، وبالتالي كان هناك بحثاً عن أنماط لغوية جديدة ممثلة في الشاعرية أو في الرواية، زيادة على فلسفات التأويل مع عبارة غرامير الشهيرة التي يرى فيها أن أضواء الروائيين غطت نجوم الفلاسفة. إذن مظاهر الاهتمام هنا أدت إلى تبلور موضوع جديد يحاول من خلاله الفلاسفة أن يبعدوا الفلسفة عن خطاب نسقي، خطاب صارم، عن نموذج إرشادي وحيد يقول إما أن تكون الأشياء وفق هذه الشاكلة أو ألا تكون، لصالح خطاب منشئ، خطاب تأويلي يعتمد على هتف الحدود، على اختراق الحدود، على محاولة إنشاء مضامين جديدة تحاول الفلسفة أن تشتغل فيها. بالنسبة لحضور هذا المفهوم في التراث العربي الإسلامي، أولاً لا بد من تحديد المفاهيم، فكلمة هل نقصد هنا تفصيلا أم نقصد أصولا،
ما المقصود بالتراث إلى ما هنالك؟ الواقع أن التأصيل ليس مرتبطا بجهد هذه المداخلة التي نعتبرها توطئة أو استهلالا للموضوع. التأصيل يحتاج إلى تراكم ويحتاج إلى بحوث عديدة، وهناك في الواقع بحوث حاولت أن تعالج الارتباط بين الفلسفة والأدب. ثم هذا البحث أعتقد أنه محاولة لقراءة الأصول المهمة التي تشير في عبر تاريخ الأفكار بالنسبة للتراث العربي الإسلامي إلى تلك المزاوجة التي نجدها بين الفلسفة والأدب. والواقع يثبت أنه منذ العصور القديمة كان هناك بعض الإرهاصات، بعض الإلماعات لشعراء، لمفكرين حاولوا من خلال إسهاماتهم أن يربطوا الفلسفة بالأدب. مثلا حنظل الرائي الذي اعتزل قومه واتجه قرب الفرات ليتنسك ويتأمل. يمكن الحديث عن ورقة بن نوفل الذي قرأ الإنجيل وكان ضليعا باللغات وكان يطرح أسئلة تعبر عن حضور فلسفي ولو بشكل باهت. يمكن أيضا أن نتحدث مثلا عن إسهامات أخرى خصوصا في العصر العباسي مع الجاحظ في كتاباته، والجاحظ يعتبر من أبرز الأدباء الذين أدخلوا الطرح الفلسفي في تصوراته وفي اشتغالاته اللغوية. هذا لا يعني أن الفلسفة هي الأدب، لأن ثمة افتراقا من حيث الموضوع ومن حيث المنهج. فالفيلسوف أثناء بحثه يركز على الفكرة، بيد أن الأديب يركز على الفكرة ولكن يعطي للبلاغة ويعطي للتعبير أهمية بالغة. فبالنسبة للجاحظ، جاحظ سواء في كتابه، في كتبه المتعددة البيان والتبيين أو في كتاب الحيوان، يمكن أن نفهم فكره بوصفه تصورا نقديا، أي حاول المزاوجة بين طرح علمي وطرح أدبي فلسفي. ففي طروحاته العلمية مثلا في فلسفته للجمال، الجاحظ يرى بأن الجمال هو اعتدال، أي أن الشيء المعتدل يشير إلى الجمال. فاعتدال الإنسان مثلا بالنسبة لشكله الخارجي يبرز من خلال التناغم الحاصل في بنيته المورفولوجية. فحينما يخترق هذا الاعتدال كأن يكون الإنسان طويلا أو قزما، ففي نظر الجاحظ أن الأمر عاد مناقضا لصفة الجمال كما كان يعتقد هو. يمكن أيضا أن نشير إلى طروحاته المعرفية التي تعبر عن تسامح فكري متميز. فمن خلال رسائل الجاحظ المعروفة أو من خلال كتاباته وانتقاداته لأهل مرو وأهل خراسان يظهر هذا التسامح، لأن أهل خراسان كان يعايشهم وكان يكتب كتابات كثيرا ما تتسم بالاستفزاز، بيد أنهم لم يحنقوا من كتاباته. جاحظ أيضا وصل إلى مرتبة عبر من خلالها عن حرية فكرية متميزة، هذا زيادة على السياق الذي عاش فيه، من خلال رسالة قارب فيها بين شخصين اثنين، بين عاشق للنساء وبين غلماني. فالأول يتحدث عن خصوصية المرأة وعن إيجابياتها، في حين يتحدث الثاني عن خصوصية الغلام أنه لا يثير الشكوك وإلى آخره. ولكم أن تقرأوا هذه الرسالة التي تحيل إلى سقف عالي من حرية التفكير. هناك مواطن عديدة في الحقيقة من أجل أن نبرز الارتباط أو تلك الوشائج التي حضرت الفلسفة من خلالها في بعض الطروحات الأدبية. يمكن أن نتحدث مثلا عن اللغة الصوفية عند أبرز المتصوفة العرب على شكلة ابن الفارض وعبد الكريم الجيلي وابن عربي ورابع العدوية وغيره. فابن الفارض على سبيل المثال من خلال لغته الفلسفية عمد إلى إيجاد تلك العلاقة التي يختلق من خلالها كل الحدود التي ميزت اللغة من خلال تعبيراتها العادية. فالمصطلحات التي كان يستعملها
السكر مثلا مثل حديثه عن الروح، حديثه مثلا عن الوجد، عن الصبابة، عن الحب إلى آخره. إذا كان ابن العربي كما يقول الباحثون في مجال التأويل وفي مجال الفلسفة والأدب يشير إلى نماذج نسائية محددة، فإن ابن الفارض تمثل المرأة في أشعاره بيد أن شعره كان موجها للذات المتعالية، أقصد بذلك الخالق، فكان في أشعاره يتحدث ويتساءل عن سر هذا الكون ويحاول أن يتقرب من الله، في قوله مثلا: وروحي للأرواح روح، وكل ما ترى حسنا في الكون فيض طينتي، وإضافة إلى أشعار عديدة تبرز هذا الاشتغال اللغوي الذي ينم عن حضور فلسفي ولو بشكل بارد، أو كقوله مثلا: نعم بالصبا قلبي صبا لأحبتي، فيا حبذا ذاك الشبا حين هبتي. رغم أنه يشتغل على اللغة ويهتم بالمحسنات البديهية، إلا أن حضور الجانب الروحاني والجانب الفلسفي وحضور التساؤل والبحث عن اللغة مفارقة ميز كتاباته الصوفية. ممكن أن نتحدث مثلا عن إخوان الصفر في رسائلهم التي وإن ركزوا فيها على الجماليات وعلى الخورقات اللفظية، إلا أن ذلك لم يكن إلا بغرض الحديث عن طروحات فلسفية، لأنه أحيانا يتم الالتجاء كما التجاء ابن المقفع مثلا إلى الأدب من أجل، دعوني أستعمل هذه العبارة، من أجل الاحتيال على السلطة، لأن السلطة أحيانا كانت تضطهد أولئك الذين يعبرون مباشرة عن تمثلاتهم وعن تصوراتهم. فابن المقفع مثلا حينما يتحدث عن الأسد وعن الذئب وعن الثعلب إنما يحيل إلى موضوعات موجودة في الواقع. ممكن أن نشير مثلا إلى المعاني من خلال أشعاره التي عبر من خلالها عن حضور فلسفي، وإن لم يشكل نظرية فلسفية قائمة، إلا أن ثمة إلماعات أو بوارق بفلاش، إلماعات أو بوارق حاول من خلالها أن يطرح أسئلة أو أن يعبر عن مواقف، لدرجة أن بعض الباحثين يقاربون بين تصورات المعري وتصورات شوبنهاور على اعتبار أن المعري كان متشائما وكان كارها للنساء وكان لديه تصور خاص فيما يتعلق بالمتاجرين بالدين، وكان بقية دقيقتين ممكن أن في هذه الدقيقتين سأقول يعني ما أود قوله أن تأصيل، أو إن أردنا أن نستعير لغة طه عبد الرحمن، تأثير الاهتمام الفلسفي بالأدب ينبغي أن يؤسس له بواسطة تراكم. تراكم المعرفي ليس مرتبطا بجهد يعبر عن استهلال، وإنما محاولة مساءلة مضامين الأدب. وحينما نتحدث عن الأدب هنا فإننا نحوز على فهومات عديدة، قد يرتبط الأدب بالمنتج الأدبي المعبر عنه بالسرد بالرواية بالشعر بما هنالك، وقد يحيل الأدب إلى النقد الأدبي، وهذا أمر مهم لأن النقد الأدبي هو نقد فلسفي بشكل من الأشكال، مع الحديث بوجود اجتهادات معاصرة البعض يسميها بالنقد الثقافي أو النقد الفلسفي، محاولة لقراءة الروايات والأعمال الأدبية قراءة فلسفية، كما يحيل الأدب أيضا إلى تلك الاشتغالات المتنوعة من سيائيات ومن لسانيات ومن تحليل خطاب إلى ما هنالك. فحضور الفلسفة في كل هذه المواطن وفي كل هذه الأمكنة ضروري، كما أن حضور الأدب في الفلسفة ضروري أيضا، لأن الأدب يمد الباحث في الفلسفة يمده بوسائل التعبير، يمده بالخيال،
أو التخيل، وهنا أعود إلى الفارابي وابن رشد في حديثهما عن التخيل وفائدته في إعطاء الفيلسوف الحضور المعرفي الذي يمكنه من اقتراح الحلول. أعتقد انتهى الوقت، أقول قولي هذا وأشكركم على حسن الإنصات. شكرا جزيلا دكتور خليفي بشير على هذه القراءة المتميزة والجادة أيضا بتراثنا، والتي مثل سابقاتها المداخلات تلفت انتباهنا إلى غنى تراثنا، غنى خاصة أننا نشهد من خلال القراءة الآن التي نستمع إليها أن العرب القدامى كان أكثر جرأة في النقد والأصالة والإبداع عموما. ففي الوقت ذاته كيف أنه لم تكن هناك حواجز بين هذه العلوم، وكأن بهم تأويليون يعني بشكل يعني واضح جدا. فالآن يتوجه الفكر عموما الآن كما نلاحظ بعد أزمات الإبستمولوجية كما كنا نقول إلى مثل هذه القراءات، هي التفكير قراءة ما يسمى بشعرية اللغة لقطي بويتيك بلونغاج، والذي فيه انبعاث جديد بهذا العلاقة والخروج من التصور الضيق الكلاسيكي للفلسفة والعلم في نفس الوقت. فنشكركم جميعا على هذه المداخلات القيمة، والآن سوف نترك المجال طبعا للمناقشة. طبعا شرطت أن لا تتجاوز يعني كثيرا سؤال واحد، يعني كل واحد عن سؤال، يعني أنا الوقت حسب المنظمين لدينا كثيرا، فنرجو الاختصار قدر الإمكان. يتفضل إذا كان فيه أسئلة. هو من المفروض مشاركة في شكرا. ومن جامعة الجزائر اثنين الله يسلمك. إذن سؤالي موجه إلى الدكتور جيلالي. يقول الدكتور أن الذي لا يزال مرتبطا بتراثه من خلال إحيائه بهدف المساهمة في البناء النهضوي هو شخص يرفضه العصر الذي نعيش فيه، في حين نجد أن النهضة الأوروبية ذاتها ارتبطت أول ما ارتبطت بعملية إحيائية واسعة لتراثها الكلاسيكي الأدبي منه على وجه الخصوص. يعني حتى لو عدنا إلى القواميس مثلاً ونريد أن نتعرف على مفهوم مصطلح لاغونيسانس، نجد أن هذا المفهوم يعني لو يعني مفهوم لاغونيسانس هو هكذا، هو هذه العملية الإحيائية للتراث الكلاسيكي الروماني واليوناني الذي بدأ أول ما بدأ بإيطاليا، أول دولة بدأت فيها بوادر النهضة. إذن سيدي، ألا تعتقد أن القول بأن العصر الذي نعيش فيه يرفض من يدعو إلى إحياء التراث هو قول لا يصدقه الواقع، بدليل ما قلته الآن عن النهضة الأوروبية؟ جزء آخر بسيط، ألا تعتقد سيدي أن كلمة الغرب ذاتها وحضراتك تتحدث عن علاقة أو جدل الآن والآخر، ربما لا تحتاج الآن العربية الإسلامية للتعريف، لكن ألا تعتقد سيدي أن مصطلح الغرب ذاته هي كلمة نستعملها بإطلاق دون تحديد، لأنه في الغرب ذاته هناك تيارات تنقد الغرب ذاته، وسبقتنا إلى نقد، نذكر مثلاً مدرسة فرانكفورت الألمانية. إذن ألا نحتاج نحن العرب حتى ربما لا نقول نصحح، لأن هناك بعض الأمور حقيقة في نظرتنا إلى الغرب باعتباره مستعمراً ومستغلاً لثرواتنا هي دقيقة، لكن هناك جوانب أخرى أنا أعتقد سيدي أنه ينبغي أن نصحح نوعاً ما نظرتنا إلى هذا الغرب بإعادة تحديدنا لما هو الغرب، هل هو شيء واحد أم أنه؟ وشكراً. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ شارف عبد القادر من جامعة حاسب بن علي، مداخلة الحقيقة هي موجهة أو للأساتذة، أو مداخلة الكلام هو حول تندرج حول المداخلة وعلاقتها بالعنوان المطروح حول العلوم الإنسانية بين مرجعية التأسيس الغربي وتأسيس التراث. محاضر الدكتور بوبكر الجلالي تناولت موقف الغرب أو موقف الأنا من الحضارة أو من الآخر الذي هو التراث أو الفكر العربي المعاصر والفكر الغربي،
إذا السؤال هو جاءت بشكل عام لم تحدد في أو لم تحدد في مجال العلوم الإنسانية. إحنا لأن الموضوع هو مطروح حول العلوم الإنسانية كنا نستفيد هل هناك إبداعات، هل هناك مساهمات في مجال العلوم الإنسانية، أو كيف استقبل هذا الفكر ما نسميه بالعلوم الإنسانية أو طروحات في العلوم الإنسانية. نفس السؤال موجه في مداخلة الأستاذ عقبة بن الزاوي في مداخلته حول سلطة الفلسفة اليونانية والتصحيح الإبسيني. كنا ننتظر هل ما استشف من المداخلة أن هناك اختلاف بين شخصين، اختلاف بين ثقافتين أو مرجعيتين في التفكير، يعني مثلا بين الرازي يختلف مع أرسطو ولكن ببديل هو أفلاطون، يعني نفس المرجعية اليونانية سواء كانت عند أفلاطون أو عند أرسطو، لكن كنا نبحث هل هناك تأصيل في مرجعية البحث أو في منهجية البحث من التراث العربي الإسلامي. أما في محاضرة الأستاذ بشير الخليفي حول التأصيل المعرفي استشف كذلك من المحاضرة أو من هذه المداخلة أن هناك حقيقة خلاف أو هو نوع تأثير الفلسفة في الحقول المعرفية الأخرى. أين السؤال في العلوم الإنسانية؟ وشكرا. لدي أولا تعقيب على الأستاذ محاضرة الأستاذ جلالي وسؤال بسيط للأستاذ بشير خليفي. في محاضرة الأستاذ الجلالي قسم محاضرته إلى أربعة محاور. المحور الأول تحدث عن مميزات الحضارة الغربية، قال بأنها تقوم على مجموعة من القيم تسمى قيم الحداثة. هي في الحقيقة هذه القيم وقع عليها انقلاب فيما بعد، نوع من الشك وزعزعة في مصداقيتها لدى الغرب، بحيث يعني ظهر حديث عما بعد الحداثة. هذا يعني بأنه في الحضارة الغربية هناك دائما تجدد مستمر وحركة نقدية لديهم. ثم قلتم بأن هذه القيم دخلت علينا نحن الحضارة العربية الإسلامية. طبعا هذه القيم لم تدخل من أجل ذاتها، وإنما دخلت كأدوات لمآرب أخرى، أدخلها المستعمر لمآرب أخرى. ثم تحدثتم عن يعني صراع كلاش بين المرجعيات التي نمتلكها دينية تراثية واقعية وبين هذه القيم التي دخلت علينا. الآن في إطار هذه المرجعيات، ألا توجد هذه القيم منغرسة مبثوثة في هذه المرجعيات، القيم التي دخلت علينا من الغرب؟ ثم هذه القيم هل هي موجودة لدينا؟ ثم هل وقع طمسها داخل حضارتنا؟ هل يعني ما هي العقبات التي وضعت لهذه القيم حتى لا تتفجر وتستثمر يعني بشكل المطلوب؟ ثم تحدثتم عن موقف الفكر العربي المعاصر وقسمته إلى ثلاث مواقف. أنا في رأيي الموقف موقفين، الرافض موقف متعنت والموقف المؤيد أعمى. يعني أعتقد بأنه يعني جرى فهم الزمن ولابد من التركيز على الموقف الموفق، لابد من التركيز على هذا الموقف لأنه هو الذي يساير مجريات العصر، بينما الموقفين الأولين علينا أن نمحوهما إن صح التعبير. المسألة الرابعة، العلاقة بين الأنا والآخر. في الحقيقة هذه العلاقة لابد من لكي تستقيم، هذه العلاقة لكي تكون ممكنة لابد أولا من مصالحة مع الذات. لكن المشكل عندنا أنه لدينا محاولات كثيرة للمصالحة مع الذات، مادية تفكيكية إلى آخره، لكن دائما هذه المصالحة مع الذات تتم بأدوات الآخر ولا تتم منا نحن، بالتالي هي دائما مصالحات فاشلة، مما يعني لم نصل إلى درجة الحوار مع الآخر. زيادة على هذا أن الحوار مع الآخر يفترض تملك لغة الآخر، هذه واحدة. ثانيا يفترض أيضا الثقة فيما لدينا لكي ننجح في الخطاب مع الآخر، لأنه كما قلتم أستاذ
كيف نستطيع أن نجعل هذا الموضوع تحت شعارها أنا ذا؟ يعني الأوائل استطاعوا أن يبرزوا ذواتهم، كيف كانت لديهم ثقة بالنفس وثقة بموروثهم، ثم استطاعوا مخاطبة الآخر اليوناني بدون أي عقدة نقص. الآن المشكل، لماذا نحن نفشل في هذا المسعى؟ تحديد مفهوم فلسفة الأدب. هي عادة الفلسفة تخاطب العلم، تخاطب مبادئ العلوم، أسسها، فروضها، غايتها، النتائج تاعها إلى آخره. والمعروف أن الأدب تيار عاطفي جياش، يعني مبني على العاطفة، والفلسفة مبنية على العقل وعلى المنهج والنقد. يعني كيف يستقيم هذا التداخل بين العلمين؟ هي تحديد مفهوم فقط. شكرا. أستاذ على التي استفدنا منها كثيرا. السؤال الأول، ملاحظة من جهة الأستاذ عقبة، رغم أنه متواجد في فرنسا ولكنه اختار موضوع كان في كانه أن يتطرق إلى فلاسفة معاصرين كما هو معروف عندنا، ولكنه اختار هذا ليثبت أنا هناك في الغرب. وأقول بأن الشكوك على جالينوس، كلمة شكوك معناها ظاهر، وهي الانتقادات الموجهة إلى جالينوس الطبيب اللي هو أتباع هيبوقراط. أراد أن يظهر هذا الجانب النقدي عند فلاسفة وأطباء المسلمين وخاصة الرازي، ولكننا كنا ننتظر من الأستاذ عقبة أن يبرهن هذه المسألة من خلال هذه الرسالة. ما البرهنة لا كنا ننتظر هذا، ولكننا لم نصل إلى هذه الثمرة. ما هو هذا الموضوع الذي انتقده في هذه الرسالة، وما هي يعني المعارضات أو النتائج؟ يعني بالمناسبة كان هناك كتاب آخر يشبه هذا، الشكوك على بطل موصلي ابن الهيثم. لكن ابن الهيثم بعد في المقدمة تعرض إلى الشكوك والمنهجية نتاع الشك وكذا وكذا، برهن في الآخر على ماذا؟ مسألة فلكية عويصة كانت مطروحة في ذلك الوقت، وهي أن الشمس عند بطليموس تظهر في السماء صغيرة في الحجم، وفي الأفق صباحا ومساء تظهر كبيرة في الحجم. كيف فسرها بطليموس؟ فسرها في البعد، في منطقة في الزوال تكون بعيدة فتظهر صغيرة، وفي الأفق تكون قريبة فتظهر كبيرة. فانتقده ابن الهيثم انتقادا لاذعا، وأثبت العكس في هذه الرسالة، الشكوك على بطليموس العكس تماما، وهو أن الشمس في الزوال تكون أقرب عكس ما، وأنها في الأفق في الشروق والغروب تكون أبعد. بماذا فسر هو على نهاية الهيثم؟ أن الشمس تكون أغلب في الأفق لأنها تكون تسبح أو تكون في وسط الجو الذي يحيط بالأرض، فسرها بهذا الجو اللي هو شبيه بالماء. وقال بتجربته، في حينما نضع شيء في الماء يظهر صغير، ولكن حينما يكون في الماء يكون يظهر غامض. كذلك حجم الشمس في الأفق يظهر كبير رغم أنه أبعد، والسبب في ذلك هو الغلاف الجوي الذي يكون بيننا وبينه. إذن ما هي النتيجة أو الثمرة التي توصل إليها الرازي من خلال هذه الرسالة؟ شكرا لكم. تساؤلي موجه إلى الدكتور بوكر الجنادي. حينما تتبعت مداخلته في فصولها وتفاصيلها من خلال استعراضه لمختلف المواقف المعروفة والمعهودة على سبيل التكرار من الموقف من الغرب، لمست أن يجمعها مشترك واحد، هو مشترك الانفعال للفعل. ومن ثم فإننا
حينما ندقق النظر في إشكالية الملتقى وهي العلوم الإنسانية بين مرجعية التأسيس الغربي وسؤال التأصيل في التراث العربي الإسلامي، فإن مفهوم التأسيس ومفهوم التأصيل هما مفهومان إجرائيان على ضوء لا يمكن أن يتحول إلى آليتين إلى بناء المعرفة إلا على أساس الفعل، فليس هناك تأصيل إلا على أساس الفعل، وليس هناك تأسيس إلا على أساس الفعل كذلك. فالمعرفة لا تمنع الانفعال، فالعواطف المتأججة مهما أثارت من الانفعال فإنها لن تلين الطريقة وشرا. في الحقيقة ما يسمى يعني تعقيد بسيط، بسيط قلت ما يسمى بفلسفة الأدب أو إنجاز لنا أن نسميه أيضا الأدب الفلسفي. هذا الأدب أو في الأدب الغربي المعاصر أو لنقل في الفلسفة الغربية المعاصرة أيضا الذي جسدته أعمال جون بول سارتر وألبير كاميو واهتم به أيضا هايدغر من خلال دراسته لشير ودارلين، وهو عودة إلى تأسيس الميتافيزيقا من جديد في خضم شير. قلت هذا الأدب الفلسفي أو فلسفة الأدب نجد لها حضورا مكثفا في التراث العربي الإسلامي، وأقول حضورا مكثفا. السبب في ذلك هو أن الرؤية الفلسفية أو الرؤية الفلسفية ارتبطت دائما بالرؤية الأدبية ارتكازا على مفهوم الحكمة، لأن الأديب حكيم والفيلسوف حكيم، ولهذا هذه أو هذا العنصر دائما نجده حاضرا في التصوير الشعري في التصوير الأدبي، عنصر الحكمة. لما نأخذ نماذج كان أشار إليها الدكتور فاضل، نماذج أمثال المعري أو الجاحظ أو المتنبي إلى غيرهم، التوحيدي هؤلاء جسدوا هذه الفكرة بعمق. فالجاحظ لا ننسى أنه كان متكلما، كان معتزليا، ولا أحد يشك في أن الفكر الاعتزالي نموذج راقي من التفكير الفلسفي. المعرف في رسالة الغفران لا تجد وأنت تقرأ رسالة الغفران لا تعتقد أنك تقرأ كتابا أدبيا، وإنما يعبر عن مواقف فلسفية ميتافيزيقية. هو يقول مثلا في بيتين من الشعر، يقول ويعبر عن موقف ميتافيزيقي، يقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، وإن صح قولي فالخسار عليكما. وهذا كلام يطابق تماما ما يقوله باسكال فيما بعد. معنى هذا أن أو ما يسمى بريهان باسكال أشعار المتنبي كلها وهو يشهد نفسه يشهد على هذا كلها حكمة. وإذا لا يبدو أن هناك تعارضا حقيقيا بين ربما جاء كلام الأستاذ بين الرؤية الأدبية والرؤية الفلسفية، وهذا ما يؤسس لهذا الذي سماه الأستاذ بالأدب الفلسفي نفسي. نعم أستاذ مقتدى القوي من قسم اللغة العربية وأدبها، استوقفتني جملتان. الجملة الأولى جاء ذكرها في مداخلة الدكتور أبو بكر، والجملة الثانية جاء ذكرها في مداخلة الدكتور عقبة. أما الجملة الأولى فهي الجملة التي أنهى بها المداخلة، وهو عبارة عن سؤال، أو الجملة هي عبارة عن سؤال: متى وكيف لا يكون الشعار كان أبي؟ وهنا ربط للتراث، مع العلم بأن التراث مكون فاعل في بناء العقل العربي المعاصر. والجملة الثانية هي عبارة عن نص مقتبس جاء ضمنيا في مداخلة الدكتور عقبة، نص للرازي. الرازي قال: العالم الذي لا يستند إلى الأوائل عمره قصير محصور. كيف نوفق بين سؤال الدكتور أبو بكر متى وكيف لا يكون الشعار كان أبي، وبين نص الرازي: العالم الذي لا يستند إلى الأوائل عمره قصير محصور. ونحن لو رجعنا إلى معادلة في حقيقة ذكرها الجابري في كتابه نحن والتراث، ذكر معادلة يعني جميلة جدا، قال: جعل المقروء معاصرا لنفسه معناه فصله عنا. جعل المقروء يعني التراث معاصرا لنفسه معناه فصله عنا، وجعله معاصرا لنا معناه وصله بنا. إذن الجابري بالحقيقة لم يلغي التراث، بل اعتبره مكون فاعل في العقل العربي المعاصر. والسؤال موجه دكتور أبو بكر. شكرا.
محاضراتهم قيمة. ما لدي سؤال أوجهه إلى الأستاذ عقبة منزوري، ثم سؤال آخر للأستاذ خليفي. أستاذ عقبة، أنت يعني طرقت إلى مسألة القطيعة وقلت بأن الرازي شكل قطيعة نوعية مع فكر الأوائل. سؤالي يتحدث يعني كالتالي: نحن نعرف أن باشلار مثلا حينما استعمل مصطلح القطيعة في كتابات مختلفة يعني كان يستعملها بمعاني مختلفة، ريبتيرو إبستيمولوجي ولا لكوبير إبستيمولوجي، حتى ما عندهاش مفهوم واحد. تارة يستعمل القطيعة بمفهوم التجاوز ديباسمون، والتجاوز معناتها أن من يقوم بفعل التجاوز معناتها يتضمن إطار معين أو شيء معين ولا ينفي ما هو موجود. إذن السؤال: بأي معنى يعني مارس أبو بكر الرازي القطيعة الإبستيمولوجية؟ السؤال الثاني: قلتم بأن أبو بكر الرازي يعني انتقد ورفض أرسطو. أولا نحن نعلم أن سلطة أرسطو أو السلطة الفلسفية والمعرفية لأرسطو يعني كانت مهيمنة حتى بداية العصر الحديث، ربما مع مجيء ديكارت و يعني لايبنيتس إلى آخره بدأت تتغير الأمور. الآن السؤال المطروح: هل فعلا يعني استطاع أبو بكر الرازي أن يتجاوز أرسطو؟ وثانيا إذا كان أنه رفض أرسطو أو فلسفة أرسطو، هل رفضها بالكلية أم رفض جوانب من فلسفة أرسطو؟ هل رفض الميتافيزيقا؟ نحن نعلم أن بعض الفلاسفة مثلا رفضوا الميتافيزيقا الأرسطية، ولكن كي نروح للمنطق حتى نوجد أنهم على الأقل تقبلوا المنطق، على غرار أبي حامد الغزالي رفض الميتافيزيقا الأرسطية ولكن نجده في كتاب معيار العلم معناتها يبني المنطق على أسس أرسطية. إذن هذا الرفض هل هو رفض كلي أم جزئي في أي جانب؟ يعني في المداخلة ما عرفتش أنا يعني. السؤال الثاني موجه للأستاذ بشير، يعني هو يحدثنا عن فلسفة الأدب، ولكن السؤال المطروح هو كالتالي: ما هو الوضع الإبستيمولوجي لفلسفة الأدب؟ ستاتيو إبستيمولوجيك تاعو داخل الحقل الأدبي الفلسفي والأدبي. يعني هل فلسفة الأدب هي عبارة عن ميتا أدب، ميتا ليتراتور؟ هل هي على غرار مثلا ما نجدوها عند نيلسون جودمان في كتابه لي لونغاج دو لار، يعني يحاول يمارس هذا؟ هل هو يدخل في إطار نظرية الأدب على غرار ما نجدوها عند لوسيان جولدمان ومثلا جان بول سارتر وجورج لوكاش؟ هل هو يعني يدخل في إطار ما يسمى بجماليات الأدب؟ إذن معناتها ما هو الوضع الإبستيمولوجي لهذا؟ وشكرا. أستاذ عقبة تكلم عن الأستاذ عن تأصيل في فكر أبي بكر الرازي، وتكلم عن فكرة الإبداع والنقد، وتكلم عن الشكوك التي وجهها إلى ما قبله. بالتحديد هو تكلم هنا عن نقد أو محاولة الخروج عن السلطة الأرسطية، لكنه أثار أيضا أنه انتهى في النهاية إلى الخروج من الأرسطية والدخول في الأفلاطونية. ألا ترى أننا بهذا أثبتنا بأن هذا المفكر لا يستطيع أن يفكر إلا بالاعتماد على أصل أو بالرجوع إليه؟ معناها أننا دائما ننطلق في تفكيرنا انطلاقا من مرجعية أصل معين، إما الأفلاطونية أو الأرسطية، وبالتالي سوف نرفع عن نفسنا صفة الإبداع الفكري. شكرا. بسم الله. وبعد استاذ عبد المجيد قسم اللغه العربيه الادبيه ثانيه فقط. يلا الوقت. نعم. 10 دقائق.
شكرا استاذ. نصف دقيقه. استاذ سؤالي موجه للاستاذ ابو بكر. اين نحن مما قاله الرازي منذ زمن، العالم الذي لا يستند على الاوائل عمره قصير محصور، الا ترون ان الانبهار المفرط بالغرب على الرغم مما يعانيه روحيا في اعتقادي هو دعوه الى الاستلام اكثر من دعوه الى الايجاب. اود ان اطرح سؤالي على الاستاذ الدكتور بوكر الجلالي حينما طرح العلاقه ما بين او علاقه الجدليه ما بين الانا والاخر، لا افضل الذات ولا ذات، اقول بان تلك التقسيمات تلك العلاقه تقتضي اربع احتمالات: الانا مع الانا، والانا مع الاخر، والاخر مع الانا الاخر. نعم، والاخر مع الانا. ذكر الاستاذ الانا مع الانا، وذكر صوره الانا في عين الاخر. ربما صوره الاخر في عين الاخر تخرج عن المحاضره التي القاها والمداخله، موقف الفكر العربي تخرج. يبقى احتمال ثالث، صوره الاخر في عين الانا. اذا قلنا صوره الانا في عين الانا، اعرف نفسك، هذه واجب محتوم، لا بد ان يعرف الانسان نفسه قبل ان يخوض غمار الحرب. الاحتمال الثاني كما يقول الشيخ البشير ابراهيم، ان القوم درسونا وفهمونا، وهذه تكفي. اما الاحتمال الثالث فاين هو من مداخلتك يا استاذ؟ صوره الاخر في عين الانا. وشكرا. شكرا لك. ما تنساش نحاول نشوفوا المستقبل. احاول نطور المستقبل، اختصر لان اختصر فيه الاجابه لان كنت اكثر متدخلا تلقيت الاسئله. فكنت اقول واحد اثنين فاذا بي اقصد الى اسئله. نعم. باختصار شديد بالنسبه للسؤالين، بالنسبه للسؤالين المطروحين من طرف الاخت الكريمه قضيه الاحياء والبعث، انا هذا مكتوب في مداخلتي بانه لا يعني الاحياء والبعث والاكتفاء به، يعني من يحيي ويبعث ويكتفي بذلك لا ينجح. هذا هو بالنسبة للجدل الغرب، مفهوم الغرب كمصطلح عائم ففار غير محدد غير دقيق ومضبوط، أنا معك. الغرب هنا المقصود به سائر القيم والمبادئ والمناهج والمعطيات التي أنتجتها الحضارة الغربية وتتعارض مع قيمنا ومع تراثنا ومع عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا غني وثري جدا في المجال. هذا المقصود. بالنسبة للأستاذ شافعي عبد القادر، الأستاذ شافعي عبد القادر ذكر بأن مداخلة جدة عامة، ولكن أنا سميت هذه المداخلة وركزت فيها على موقف المفكرين أو موقف الفكر العربي المعاصر، موقف الفكر العربي المعاصر من الغرب ومن حضارته بغرض تبيان الخلفية أو السياق الفكري والفلسفي والتاريخي الذي تندرج فيه هذه موضوع الملتقى، لان موضوع الملتقى هو قضيه تاسيس وتقسيم كما ذكر الاستاذ وان كان ربما الاستاذ القادر، لانه هو قال يعني لا بد من لا انفعال، فاذا به كان منفعلا في تقديم مداخلته. نعم. الروح الاخت الحنفي صحيح في اطار الثراء والغنى والتطور الذي يشهده الفكر الاوروبي، الفكر الاوروبي صحيح ما في الحداثه وما في الحداثه، ولكن نحن ما زلنا لم نرى الحداثه بعد، فلم نتكلم عن الحداثه، نحن لا زال لم نصل الى الحداثه، فكيف نتحدث عن ما بعد الحداثه؟ بالنسبه لي فانا يعني اشكركِ واثمن مباركتي واقول انه لا تستقيم حالتنا مع الغرب ومع الاخر، ولا تستقيم علاقتنا مع الاخر الا بالحوار على الذات والمصالحه على الذات اولا وقبل كل شيء. السؤال الذي طرحه الاخ عبد القوي مشكور على ذلك هو انني ربما انت لم تسمع جيدا او انا اسال اسئله لسان، يا اما اسال لسان مني يا اما انت لم تسمع جيدا، نعم يعني لا واحد لا عاقل يقول من كان ابي، يعني السؤال الذي خرجت به مداخلتي هو سؤال متى نستطيع ان نبلغ مستوى هذا وليس من كان ابي، ولكن لا باس كان ابي لا نلبس عليها، كان ابي ننطلق منها ونركز
صورة الآخر في عين أنا هذه العرض وتكلمت عنه بإشارة في المداخلة والوقت لا يسمح بعرض ذلك بالتفصيل. المهم صورة الآخر في عين أنا إما بها ذكرت إما بها إما عداء إما رغبة في التكامل والتعاون والتضامن، ولكن نحن في كل الحالات أي شكل من الأشكال التي نتبعها لا نكون في مستوى المادية مع الآخر، لأنه سبقنا بخمس قرون حاضر يدعو عندي من التكنولوجيا فالأمر ليس في الهيئة والسنة وبعد ياسين. نعم تفضل الشيخ شكرا. يعني ما أود أن أقوله فيما يتعلق بفلسفة الأدب، يعني أعتقد بأنني لم ألزم نفسي بالدفاع عن وجود فلسفة الأدب بقدر ما وددت أن أثير جملة من الأسئلة، لأن هذا المساق المعرفي لا زال في إطار التراكم، حيث أن هناك كتب تعد على أصابع اليد الواحدة المعنونة بفلسفة الأدب، هناك حديث عن الأدب الفلسفي أو الفلسفة والأدب. بالنسبة للوضع الإبستيمولوجي ممكن المقترح الوضع يماهي أو يحادث الطرح السياقي الطرح المنشئ، والحديث أن الأدب ليس علما، قول أرسطو يقول أن المعرفة الأدبية هي معرفة بكونه الأشياء وليست عواطف هوجان، فالأدب ليس عاطفة فقط، أن بعض المساقات المعرفية مؤسسة تأسيسا علميا على شكل الإبستيمولوجيا على شكل السيائيات مثلا، ولأن فرديناند سوسيور حاول أن يعطي للدراسات اللسانية أن يعطيها بعدا علميا من خلال تسكين لحظة الفهم والبحث. يعني في نهاية المطاف هناك أعداء الأدب في إدخاله المعرفة الفلسفية على شكلة ديكارت وعلى شكلة بيكون وعلى شكلة توماس هيسكلي وغيرهم، لكن بالمقابل هناك أمثال للأدب في إقحامه للفلسفة، ولا شك أن هؤلاء يقولون أن الفلسفة استردت عافيتها حينما حاولت أن تتزيى بألبسة أو بلبوسات جديدة، ولعل الأدب يعد أهمها. وش شكرا بارك الله فيك. شكرا تفضل الحقيقة أحاول أن أجيب من خلال سؤال الأستاذ بشكل عام وسريع بشكل سريع. حقيقة مداخلتي هي يعني مثال لا أكثر ولا أقل، والاختلاف الذي أشار إليه الأستاذ الحقيقة هو اختلاف ليس فقط بين شخصين كما أعتقد، بل هو كنموذج فقد قدمته بين الرازي وجالينوس أو جانيار، بينما لم يسمح لا الجاحظ ولا الكندي ولا أبي بكر أبي زيد البلخي ولا غيرهم في مسائل كثيرة من الرازي في نقد الرازي، وبالتالي الرازي في الحقيقة يعني يبين أو يعكس اختلافا لا بين لا شخصين ولا بين لا ثقافتين، بينما الذي يقوله الرازي هو الموقف لاتيتيود هو موقف الركون والتباين لا أكثر ولا أقل. نعم، فيما يتعلق بسؤال الأستاذ أيضا من خلال مسألة البرهنة، فأنا أيضا أردت من خلال المداخلة توضيح فقط بعض التصريحات التي قدمها التصريحات التي قدمها الرازي في سياقه التاريخي، التصريحات المنطقية، ويمكن أن نفصل ذلك. والأستاذ يعني يعذرني إذا كان هذا كتاب الشكوك في أكثر من كذا. هذا كتاب الشكوك. لا، فحاولت أن أقدم بعض التصويبات المنطقية وبعض التصويبات التكليميكية التي برع فيها الرازي. بالنسبة لمفهوم القطيعة للأستاذ، نعم، فهذا انطلاقا على أساس أنه أي شخص يعني عادة ما يمارس الفعل الإبستيمولوجي دون شعور منه على حد قول كلود شانتال، يعني كفعل عادي كفعل يتماهى مع الفعل العلمي. نعم، أما بالنسبة أيضا لفكرتي على أن الرازي انتقد أرسطو، ففعلا الرازي انتقد أرسطو، وهذا بصريح عبارة الرازي بصريح عبارة الأخير كسعد الأندلسي، غير أن الرازي نفسه
الذي ينتقد الذي ينتقد أرسطو نفسه يقول: متى اجتمع جالينوس وأرسطوطاليس على معنى ذلك؟ يعني فذاك أو متى اختلف يعني فذاك الصواب ومتى اختلف صواب على العقول صواب؟ يعني في لحظة تاريخية معينة على يعني على التحقق في على أن هذا القول متى قيل؟ هل قيل قبل الشكوك على جالينوس؟ هل قيل بعد إلى آخره؟ وفي هذا تفصيل لا كل مرة أعيد الزملاء بأنني سأعود ولكن حظي التعيس أن هذا الملتقى الذي انتظرته أكثر من خمسة أشهر تزامن مع ملتقى المخبر الذي أديره الذي جرى منذ يوم انتهى البارحة فقط، فأنا أعتذر لطلبة قدما لمنزل إلى حد الآن لهم واحد الشهر لغة تعجز ودائما كل ما نلقى أستاذ مشرف أقول له راجع يسلم لي على أول دفعة من دفعة العلوم الإنسانية والاجتماعية نتأسف أنا والأستاذ زغيري أننا أحضرنا في اللحظة الأخيرة كنا نتمنى أن نحضر ونساهم قليل أتمنى لملتقاكم هذا إن شاء الله راح ناجح منذ الوحدة الأولى دخلنا من هنا فوجدنا الجامعة تغيرت وكبرت ما شاء الله وحلوت بكم من إن شاء الله فأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وأنا بدوري لا أزيد عما قاله زميلي الأستاذ الدكتور عبد المجيد مهون. حقيقة جئنا إلى جامعة حسيبة وحسيبة وما أدراك ما حسيبة التي بينت للجزائر ولبنات الجزائر دلالات حب الجزائر ودلالات المرأة الجزائرية التي سبقت للإنسانية أحسن عطاء في مجالات متعددة وقمة هذه المجالات كيف نصنع الحرية وكيف نسترجع هذا الاستقلال بأي ثمن وما أدراك ما أغلى ثمن الذي قدمته مذبوحة. فعلا جئنا إلى الجامعة في بداية العلوم الإنسانية وكان الشرف أننا انطلقنا في عامها الأول وكان لنا طلبة وأتمنى وأنا جازم أن كل من يدخل إلى الفارس يخرج فارس. لأن فعلاً أنا دائماً أقول لبناتي في التاريخ بأنهم نبوءات المستقبل وفعلاً إذا كانت ملك فارس التي كانت هي معتقل فرنسي وكانت من ضمن المناطق التي جعلتها فرنسا خصيصاً للتعذيب والتنكيل وما إلى ذلك ها هي اليوم تنجب وتنتج فكراً وتنتج عظمة وتنتج